صدرها. بيسأل بعد كده سؤال، هل كل المسلمين وجب عليهم حفظ القرآن الكريم؟ نقول لا طبعا، ما حدش قال الكلام ده، ولكن وجب عليك أن تحفظ ما يقيم بك يقيم دينك. يعني أنت تحفظ بعض الآيات عشان تعرف تصلي بيها. أنت عندك صلوات مكتوبة ربنا سبحانه وتعالى كتبها عليك يوميا هتصلي بيها، فلازم يبقى عندك حد أدنى من القرآن الكريم تقدر تصلي بيه. الأمر الثاني إن حفظ القرآن الكريم هو منافسة بين الناس، إن هو اجتهاد بقى مين عايز أجر أكتر مين. فهو الباب مفتوح، في واحد عايز يوصل ان هو يخلص ربع القرآن، في واحد نصف، في واحد عايز يختم القرآن كله، في واحد عايز يختمه بالرواية، في واحد بروايتين، في واحد بثلاثة، في واحد بأربعة. إذا الباب باب الاجتهاد والمنافسة مفتوح للأجر العظيم يوم القيامة، ربنا سبحانه وتعالى يكتبنا من أهل القرآن.